وللمزيد أيضا حول هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا دكتور مصطفى البرغوثي رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية. مرحبا بك دكتور مصطفى. أهلا بكم، تحياتي لكم. بداية، كيف تقيم اتفاق الهدنة وما توقعاتك لها؟ الاتفاق اتفاق لوقف إطلاق النار وليس هدنة، ولأربع أيام، وهو يعني أنه كسر محرمات الاحتلال. المحرم الأول كان أنه لا يقبل الاحتلال بتبادل الأسرى، وهو الآن اضطر أن يبدأ يقبل مبدأ تبادل الأسرى. والأمر الثاني أنه كان من المحرمات أن يكون هناك أي شكل من أشكال وقف إطلاق النار، وقد تم تحقيق ذلك. أنا برأيي تم كسر المحرمات التي فرضها الاحتلال، وهذه بداية الغيث، يعني بداية الغيث قطرة كما يقال. المهم أن يبنى على ذلك وأن يتواصل ويتعاظم الضغط الشعبي عربيا ودوليا لإجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار بشكل كامل، لأن الذي يجري مجزرة وحشية لا يمكن احتمالها ولا يمكن قبولها. يعني مطلوب من قبل الفصائل الفلسطينية، من قبل الفصائل الفلسطينية الفترة المقبلة دكتور مصطفى، أن تتوحد، أن تتشكل قيادة وطنية موحدة. نحن طلبنا منظمة التحرير وقيادتها الرسمية أن تسارع إلى دعوة لاجتماع لكل القوى الفلسطينية لتشكيل قيادة وطنية موحدة. اليوم إسرائيل تستبيح الجميع وتحاول أن تستعمل سياسة فرق تسد، وهذه السياسة ستدمر مستقبلنا إن سمح لها بالمرور. المستهدف اليوم ليس فقط حركة حماس، بل كل الشعب الفلسطيني، والذين يموتون كل يوم أبناء وبنات الشعب الفلسطيني. وكيف وجدتم رد الفصائل في هذه النقطة دكتور مصطفى؟ نحن لم نتلقى حتى الآن رد من القيادة الرسمية لمنظمة التحرير، ولكن لن نتوقف عن المطالبة بذلك، لأنه الذي يمكن أن يهدد هو حق الشعب الفلسطيني في تمثيل نفسه، واصطناع أجسام غريبة لتفرض على الفلسطينيين، أو محاولة الاحتلال أن يفرض احتلالا كاملا لقطاع غزة ثم يلجأ لمتعاونين كي يدير الأمور معه. هذا أمر يجب أن نقف في وجهه كناس وطنيين وكإخوة نضال ورفاق كفاح معا. يعني الوساطة المصرية القطرية دكتور مصطفى، هل من الممكن أن تكون بداية لتوحد الفصائل الفلسطينية؟ إن شاء الله، هذا ما نأمله، ولكن الأمر في النهاية يعني الإخوة في مصر لم يقصروا أكثر من مرة، والإخوة في الجزائر لم يقصروا، ولكن في النهاية الأمر يعتمد على الفلسطينيين أنفسهم. يعني في البداية نحن نقول نعم. تفضل تفضل. ولذلك نحن نقول إذا كان في نوايا صادقة حقيقية يمكن أن نحقق هذه الوحدة، وأصبحت هذه الوحدة ضرورية حتى لا تضيع القضية الفلسطينية برمتها. أشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى البرغوثي رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية.